بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاءً مباركاً. كما تعلمون، في مثل هذا المجلس نقف وقفات مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيها العظة وفيها العبرة. اسمعوا إلى هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان. هذا الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى كان لأهل بدر. تعلمون غزوة بدر من الغزوات، وهي من أوائل الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام وحارب فيها المشركين. فهذه الغزوة كان عدد المسلمين قليل، وعدد الكفار كان أضعاف عدد الصحابة رضي الله عنهم، لا عدة ولا عتادا. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى ما اتصف به الصحابة رضي الله عنهم، وكان هذا سببا لنصرهم. إذن هذه الصفات التي في هذه الآية كما بينها الله سبحانه وتعالى هي سبب لنصرة الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام لما اتصفوا بهذه الصفات. هذه الصفات من اتصف بها، أي مؤمن يتصف بهذه الصفات، فإنه يكون له التمكين والنصر في هذه الدنيا. يمكنه الله سبحانه وتعالى ويهيئ له الأسباب التي تعينه في حياته، بل ويوسع الله له في الرزق وفي الهداية وفي التوفيق، ويصلح له أهله وزوجه. ففي هذه الصفات نعمة عظيمة، ومن نعم الله أن بينها الله لنا لكي نتصف بها. ما هي هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان وهم الصحابة رضي الله عنهم؟ وهذه نزلت في سورة الأنفال. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماذا قال أيضا الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الصفات؟ ذكر هذه الصفات: أولا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أيضا على ربهم يتوكلون. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماذا قال الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا الإيمان لمن اتصف بهذه الصفات؟ قال: أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. ماذا لهم؟ قال: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات خمس صفات للمؤمنين، وهذه جاءت في مطلع سورة الأنفال. ثم جاءت هذه الصفات العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى أن الصحابة لما اتصفوا بهذه الصفات نصرهم الله، وهم قلة، كانوا قلة، وكان أيضا كفار قريش في موقع أفضل من موقع الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك نصر الله الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام نصرا مؤزرا في غزوة بدر. ولكن هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ذكر أيضا ما يقابل ذلك من صفات أهل الشرك. ذكر أيضا صفات للمشركين أيضا
تقابل هذه الصفات التي ذكرناها لأهل الإيمان. ولذلك أيضا بشر الله النبي عليه الصلاة والسلام بالنصر: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. عندما خرج الصحابة كان في بداية الأمر كرهوا الخروج لغزوة بدر، كما قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ماذا قال؟ يجادلونك، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم قال تعالى أيضا في نصر أهل الإيمان ونصر المسلمين في هذه الغزوة: ولقد نصركم الله ببدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. أنزل الله الملائكة يحاربون مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع صحابته رضي الله عنهم أجمعين. ما نحتاجه الآن أن نتعرف على هذه الصفات العظيمة، كيف نستطيع أن نتصف بهذه الصفات حتى نحصل على هذه المزية وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أولاً وأول صفة قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون، إنما المؤمنون. المؤمن هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية تكون بماذا؟ بالتمسك بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يتقي به المسلم نفسه من النار هو أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى، يحقق التوحيد، وهذا هو أهم شيء يجب على المسلم أن يحققه. لأننا ذكرنا سابقا أنه مهما يعمل المسلم، مهما يعمل الإنسان من صلاة وصيام وصدقة ويعمل من الأعمال ويقوم الليل، ولكنه يشرك بالله سبحانه وتعالى فإن عمله حابط ولا محالة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال أيضا لنبيه: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن على المسلم حتى يتصف بهذه الصفات أن يحذر من الشرك، ويحذر أيضا ممن يفعل تلك الأفعال، وهي أن يذهب إلى الأولياء ويقرب إليهم القرابين وأيضا يدعوهم من دون الله. كل هذا داخل في الشرك والعياذ بالله، وهذا مما يحبط العمل مهما تعمل من الأعمال الصالحات. إذا دعوت غير الله، هؤلاء يذهبون إلى الولي فلان ويقولون: يا فلان اشفع لنا عند ربك، يا فلان نريد الولد، يا فلان نريد كذا وكذا، يطلبون الحاجات التي تطلب من الله سبحانه وتعالى من هذا المخلوق الضعيف الميت الذي لا حول له ولا قوة. وهذا هو من أخطر أعمال الناس في هذا الزمن، وهم أنهم يتقربون إلى الأولياء ويدعون غير الله سبحانه وتعالى. فليحذر المؤمن من أن يقع في مثل هذه الزلة. هذا هو الأمر الأول. قال: إنما المؤمنون. ما هي صفة أهل الإيمان؟ أولا وأول صفة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انظروا إلى هذا المعنى العظيم في هذه الآية: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما معنى وجلت قلوبهم؟ أي أن هذه القلوب إذا سمعت وذكر الله عندها خافت، ويصيب ويأتي مع هذا الخوف الخشية والعظمة لله سبحانه وتعالى مع ذكره.
وهذا نوع من التعظيم لله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وخشيت مع الرجاء وأيضا طلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الصحابة وصفا له وهو يعظهم قالوا: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب. وجلت أي خافت منها القلوب، خافت من هذه الموعظة، وهي فيها تذكير للعبد لما يحتاجه أيضا ولما يحتاجه من العمل لكي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هنا جاء في هذه الآية: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وخشيت الله سبحانه وتعالى. ولكن في آية أخرى يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن في آية أخرى إذا ذكر الله اطمأن القلب، والآية التي معنا إذا ذكر الله وجل القلب. هل هناك تعارض بين هذه الآية والآية الأخرى؟ هذه الآية إذا ذكر الله اطمأنت القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا يدل على أنه إذا ذكر الله اطمأن القلب، وهذا لا ينافي الوجل والخوف، بل إن الوجل والخوف هو بداية هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. فأول ما يبدأ يكون القلب وجل، يكون القلب وجل، ثم يأتي بعد ذلك الاطمئنان، وهي المرحلة الثانية. فالمرحلة الأولى يكون هناك وجل وخشية وخوف من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي الاطمئنان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالآية الأولى فيها تذكير، الآية الأولى، وهو معنى أيضا من المعاني التي ذكر أهل العلم، قالوا أن الآية الأولى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أن هذا يكون في التذكير للعقوبة يوم القيامة، وأما إذا ذكر الله تطمئن القلوب هذا فيه ما يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وما أوجبه الله يوم القيامة لأهل الإيمان. ولذلك هذا معنى من المعاني التي ذكرها أهل العلم. ولكن الأقرب في ذلك أن وجل القلب هو مقدمة للإطمئنان، وجل القلب هو مقدمة، ولذلك سوف نذكر ذلك إن شاء الله في نهاية هذا المجلس ما يدل ويبين هذا الأمر. ما هي علامات هذا الوجل وهذا الخوف والذي هو صفة من صفات أهل الإيمان، وهي الصفة التي اتصف بها الصحابة فكان سبباً لنصرتهم يوم بدر؟ من أهم علامات الوجل وأمراته: أولاً الوقوف عند أوامر الله سبحانه وتعالى. اسمعوا لقول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ما منا أيها الإخوة إلا وما منا إلا ومنا مذنب. ويقع أيضا في الخطأ، ويقع أيضا ربما في الغيبة والنميمة وغيرها أيضا من الذنوب. ولكن صفات أهل الإيمان والتقوى جاء معناه في هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ماذا يفعلون؟ ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن من صفات أهل الإيمان الذين وصلوا إلى هذه المنزلة العالية أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فعلى المؤمن دائما إذا أخطأ أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أول صفة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي أنهم يرجعون إذا أخطأوا، رجعوا إلى الله فتابوا واستغفروا لذنوبهم. أيضا من علامات الوجل الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو أمر عظيم ومهم يحتاجه المسلم، وهو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة، مع أننا غافلون عن هذا الفعل، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما سأذكره الآن، نحن في غفلة من ذلك. ما هي هذه العلامة؟
هذه العلامة هو التفكر في آيات الله، كما في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب من هم؟ أصحاب العقول العالية الرزينة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، أي علامات وعظة، لمن؟ لأولي الألباب أصحاب العقول الرزينة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظروا، يذكرون الله دائما، يذكرون الله متى؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وماذا يفعلون بعد ذلك أيضا؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الصفات اتصف بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وسأذكرها الآن. يقول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. عندما يجلس أحدنا في الصحراء، لا يصلح أن تجلس في المدينة، المدينة مليئة بالأنوار ولا يمكن أن ترى النجوم والكواكب والأفلاك، لا تراها في المدن، لكن لو ذهبت إلى الصحراء لتعجبت من خلق الله سبحانه وتعالى، ولتفكرت في خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في بداية الوحي كان ينظر إلى السماء ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا نظر المرء إلى هذه النجوم ولكثرتها ولتلك الأفلاك تعجب من خلق الله وتذكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كل ليلة يذكر هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يروي لنا هذه القصة ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كان يبات عند خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث، هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أخت أم الفضل، وهي زوجة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بات عندها ليلة. وأيضا ميمونة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، ذكرت عنها صفة عظيمة لميمونة اتصفت بها وتميزت بها عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. كانت رضي الله عنها ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفتها عائشة مع أنها ضرتها، قالت: أما أنها كانت من أتقانا لله، كانت صاحبة تقوى وصلة للرحم وأوصلنا للرحم، وهي آخر زوجة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس: ذهب إلى خالته ميمونة فبات عندها ابن عباس عندما كانت ليلتها للنبي عليه الصلاة والسلام. فأراد ابن عباس أن يعرف عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يريد أن يتعلم، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا من كان في بيت النبوة، إما من أزواجه أو من قريب له. ابن عباس نقل لنا وصفا فيه من العبرة والفائدة لنا جميعا في حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيت زوجاته. يقول ابن عباس رضي الله عنه: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ميمونة، ماذا قال؟ قال: فتحدث انظروا، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، هذا بعد العشاء. فكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع أهله ويوانسهم ويتحدث معهم، فقال جلس يتحدث معهم ساعة. ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم رقد عليه الصلاة والسلام، أي نام. يقول: فلما كان ثلث الليل الأخير، انظروا ابن عباس يكاد أنه لم ينم، يريد أن ينظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الأخير، يقول، قعد عليه الصلاة والسلام فنظر إلى السماء فقال:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول البعض: كيف ينظر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرته؟ كيف ينظر إلى السماء ويرى النجوم؟ كيف؟ حجر النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها حجرة وفيها مساحة تسمى مثل المكان المفتوح، مثل ما يحصل الآن بعض الناس أنهم يباتون في خارج البيت فيما يسمى الحوش أو ما يسمى في السطح في أعلى البيت. ينام البعض مما يعني كانوا سابقا يباتون أيضا في الصيف، يباتون في خارج المنزل أو في السطح فينظرون إلى السماء. وهذا الوصف كان أيضا في بيوت الصحابة وكان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كان في جزء من بيته مسقوف وجزء من هذا البيت غير مسقوف، فكان ينظر عليه الصلاة والسلام وهو في بيته إلى السماء. يقول ابن عباس، يقول: ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الأخير قعد فنظر عليه الصلاة والسلام إلى السماء فقال، قرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ماذا بعد ذلك لما قام عليه الصلاة والسلام وتفكر بهذه الآيات؟ يقول: ثم قام فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم استاك. توضأ عليه الصلاة والسلام ثم استاك، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يحرص على القيام في الثلث الأخير من الليل. لماذا الثلث الأخير من الليل؟ بينا ذلك كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الصلاة وأي عبادة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: في جوف الليل الآخر وفي دبر كل صلاة. ذكرنا هذه الفائدة في صلاة الفجر اليوم. قلنا عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما هي أفضل أوقات الإجابة، كثير منا يعرف أوقات الإجابة، إما آخر ساعة من يوم الجمعة وهذه الناس تجدهم يجتهدون فيها، أيضا قبل عند صعود الإمام إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة صلاة الجمعة، هذا وقت إجابة. كذلك أيضا في السجود هذا وقت إجابة، عند نزول المطر هذا وقت إجابة، كذلك للمسافر أيضا له دعوة مجابة، كذلك الصائم له دعوة مجابة، كذلك في ليلة القدر أيضا هناك دعوة مجابة. هذه أوقات كثيرة، لكن هناك وقت يغفل ولا يعرفه للأسف كثير من الناس، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فلما سئل عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل وقت لأوقات الإجابة عندما سئل عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: في جوف الليل الآخر، وهذا يشهد له الحديث الذي سنذكره الآن بعد قليل. ثم قال: ودبر كل صلاة. إذن دبر كل صلاة معنى أن فيها دعوة مجابة. متى هذا الوقت؟ دبر الشيء هو يكون جزء منه، أي أنه جزء من الصلاة، فهذا لا يعني أنه بعد الصلاة. إذن عرفنا أن هذا الوقت وقت الإجابة، وهو أفضل وقت وهو أقرب ما يسمع الله سبحانه وتعالى من عبده الدعاء في هذا الوقت. متى يكون؟ يكون بعد التشهد وقبل السلام. هذا الموضع هو موضع إجابة ويغفل عنه كثير من الناس. فإذا اجتهدت بعد أن تنتهي من التشهد وقبل أن تسلم فعليك بالإكثار من الدعاء في هذا الوقت. ولذلك البعض منا إذا الإمام أطال في التشهد تجد أن البعض يقف ولا يتكلم ويسكت حتى يسلم الإمام، ولا يعلم بأن هذا الوقت من أفضل الأوقات لإجابة الدعاء. فعليك أن تجتهد في هذا الوقت بأن تدعو لنفسك ولأهلك وتكثر من الدعاء في هذا الوقت، وهو في دبر ما يعني دبر الصلاة. نرجع إلى حديثنا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قلنا أنه يقوم في الثلث الأخير من الليل،
يشهد عليه ما ذكرنا أن أفضل الدعاء في جوف الليل، ثم يشهد عليه الحديث الآخر بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. انظروا، كل ليلة في الثلث الأخير ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. ماذا يحصل؟ طيب، نزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله سبحانه، فيتقرب ويسأل عباده فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ انظروا، هذا الطلب من الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، يطلب من عباده أن يدعوه وأن يطلبوا منه. يطلب منك الدعاء، يطلب منك الطلب ما تشاء، يطلب منك أن تستغفره فيغفر لك، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فلذلك عندما ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام كان هو أول من يطبق هذا الأمر، فكان يقوم عليه الصلاة والسلام في الثلث الأخير من الليل. يقول البعض: نحن الآن نصلي التراويح مع الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نقول: نعم، أنت إن شاء الله لك الأجر إذا قمت مع الإمام وصليت مع الإمام صلاة التراويح، كتب لك أجر قيام ليلة. لكن هل هذا يعني أنك لا تقوم بقية الليل؟ نقول: لا، إذا كان عندك استطاعة وعندك نشاط فإنك تقوم بقية الليل. فالنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. يقول بعضهم: أنا أريد أن أجعل الوتر في آخر الليل، فماذا أفعل؟ نقول: لك عدة حالات. إما إذا صلى الإمام الوتر فإنك تقوم وتشفع هذا الوتر، هذا واحد. الأمر الثاني أنك إذا أردت أن تقوم من الليل فإنك تشفع وترك الأول بواحدة. أولا تشفع الوتر الأول وهو وتر صلاة أول الليل، عندما أوتر تقوم بأن تشفعه بركعة واحدة، فيكون ذلك شفعا. ثم بعد ذلك تصلي ما شئت مثنى مثنى، ثم بعد ذلك توتر آخر الليل وتجعل آخر وترك هو آخر الليل، آخر صلاتك تكون وترا، فهذا جائز أيضا. وأيضا في الثلث الأخير أيضا إذا صليت فإن هذا يكون في جوف الليل وأيضا في خفية من الناس وعدم حضور أحد من الناس، فهذا من أفضل العبادات، وهي العبادة التي تكون في خلوة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن أيضا من في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل فاضت عيناه، ذكر الله ففاضت عيناه، أي أنه ذكر الله. وهذا الذكر إذا كان في خلوة وكان في آخر الليل وفي الثلث الأخير من الليل وعند نزول الله سبحانه وتعالى وعند طلب الله سبحانه من عباده أن يدعوه ويطلبوا منه حاجاتهم وأن أيضا يستغفروه، فلا شك أن هذا الوقت أحرى وقت لإجابة الدعاء. وإذا أيضا كان هذا الدعاء وأنت ساجد لله سبحانه وتعالى، فلا شك أن العبد يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. فتحروا مثل هذه الأوقات، وسوف تجدون لذة الإيمان التي يبحث عنها الكثير من الناس. ولذة الإيمان قد بينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام: بل إنها حلاوة يتحلى بها المرء المسلم عندما يتصف بصفات أهل الإيمان. ثلاثة من كن فيه وجد بها حلاوة الإيمان:
ثلاث: من كنا فيه وجد بها حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان إذا وقرت في القلب سهلت عليك العبادة، تلذذت في عبادة الله، تلذذت في ذكر الله، تجد نفسك مقبلة إلى الله سبحانه وتعالى، تجد نفسك مطمئنة لله سبحانه وتعالى، لا تجد الغضب، لا تجد الشحناء، تجد نفسك حتى في تعاملك مع أهلك، مع ولدك، مع زوجك، مع الناس، تجد نفسك مطمئن كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام واقتدوا به، تجدون الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. هذه صفات أهل الإيمان. نرجع لحديثنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع حاله وكما ذكره لنا ابن عباس، يقول: ثم قام متى؟ في الثلث الأخير من الليل. فصلى، كم صلى؟ صلى 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. 11 ركعة ذكرتها عائشة رضي الله عنها ووصفت حال النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عن حاله في قيام الليل: لم يزد عليه الصلاة والسلام عن 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. هذا ما ذكرته عائشة وما علمته عائشة. ولذلك هناك أيضا من الصحابة من ذكر أيضا غير ذلك، أن هناك أكثر من حال للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. فذكرت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة. بل أيضا هناك أيضا حال أيضا بينه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال بأن صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا يدل على أن صلاة الليل لا حد لها، مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة. إذن أيها الإخوة، صلاة الليل تصلى مع الإمام ولو صلى بأكثر من 11 ركعة. وإياكم من أولئك قطاع الطرق وقطاع العبادة وقطاع الفضل عن الناس، الذين يقولون: لا يجوز لك أن تصلي أكثر من 11 ركعة. لا شك أن هذا القول قول شاذ، وهو يخالف الأحاديث الصحيحة، بل إن إجماع الصحابة كان على أنهم يصلون أكثر من ذلك. ما هو الدليل؟ عندما جاء عمر رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في ليلة من الليالي، فرأى الصحابة يصلون أفرادا وجماعات، كل يصلي مع صاحبه والبعض يصلي لنفسه، فاستشار رضي الله عنهم الصحابة على أن يجمعهم على إمام واحد. وهذه الجماعة قد كان لها أصل، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قام بصحابته في رمضان ليالي، ولكنه تركها خشية أن تفرض عليهم، فكان يصلي بأصحابه 11 ركعة. عمر رضي الله عنه رأى أن يجمع الصحابة، فقال أنه الآن قد انقطع الوحي، والنبي كان يخشى على صحابة أن تفرض عليهم صلاة الليل. فلما انقطع الوحي قال عمر: إذا نجمع الصحابة على إمام واحد. فشاور الصحابة فأيدوه في ذلك، فجمعهم على أبي بن كعب، فصلى بهم 20 ركعة وأوتر ب3 ركعات. فمعنى ذلك أن الصحابة أجمعوا على أنه يجوز أن يصلى من الليل أكثر من 11 ركعة. ونقول لهذا الرجل الذي يريد أن يقتصر على 11 ركعة، نقول: إذا كنت تقول بأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتريد أن تلتزم به، فعليك أن تلتزم لا بالركعات فقط، تلتزم أيضا بحال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يصلي. فقد ذكر عنه عليه الصلاة والسلام أن صلى معه أحد الصحابة، فلما قام من الليل بدأ بالبقرة، فيقول الصحابي يركع إذا أنهى ثلثها، ثم استمر عليه الصلاة والسلام في القراءة حتى أنهى البقرة، قال: يسجد عند نهاية البقرة، ثم بدأ في النساء في سورة النساء حتى أنهى النبي عليه الصلاة والسلام سورة النساء، ثم دخل في سورة آل عمران. يقول رضي الله عنه: حتى هممت بأمر سوء،
يعني هو يصلي حتى الآن في ركعة واحدة النبي قرأ البقرة والنساء وآل عمران، حتى يقول الصحابي رضي الله عنه يقول لقد هممت بسوء، فقالوا ماذا هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأتركه واقفا، تعب رضي الله عنه من الوقوف. ولذلك قالت عائشة عن حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. تعرفون معنى تتفطر قدماه؟ معنى ذلك أن وقوفا طويلا كان يقف عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعد أن أنهى آل عمران ركع عليه الصلاة والسلام، بعد أن أنهى آل عمران ركع عليه الصلاة والسلام. فنقول لهذا الشخص إذا أردت أن تصلي فصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يسأل سائل أيهما أفضل، أن أطيل القراءة في الصلاة أم كثرة السجود أي كثرة الركعات، يعني أصلي 20 ركعة أو أن أصلي أقتصر على 11 ركعة وأطيل فيها؟ إذا استطعت أن تعمل مثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام ب11 ركعة وتطيل فيها فلا شك أن هذا هو أفضل. ولكن إذا كنت لا تستطيع الوقوف ويتعبك الوقوف فإنك أيضا وترى أيضا نشاطا أيضا في أن تصلي أكثر، فنقول الأفضل في حالك أن تكثر من السجود ومن الركعات. ما هو فضل هذه الركعات؟ عندما جاء الصحابي وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام بوضوء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل أطلب. انظروا موقف رهيب لهذا الصحابي، عندما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أطلب ما تشاء، ماذا طلب هذا الصحابي؟ ماذا تتوقعون أنه طلب هذا الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أطلب مرافقتك في الجنة. انظروا إلى هذه الهمة العالية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام أعني على ذلك بكثرة السجود. فمعنى ذلك إذا أكثر العبد من الصلاة والسجود أن هذا إن شاء الله يدل على أنه يكون في مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فأكثروا من الصلاة أيضا وكثرة العبادة وكثرة السجود لله سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه يصف حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته عليه الصلاة والسلام عن حاله، ماذا قال؟ ثم قام فتوضأ ثم استاك عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقال أنه يسن قبل قيام الليل أن يستاك المسلم وينظف أسنانه، وإذا لم يكن عنده سواك استخدم فرشاة الأسنان لكي يكون فمه طيب الرائحة وهو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قال فصلى 11 ركعة. ماذا بعد ذلك؟ يقول ثم أذن، بلال رضي الله عنه. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال لما أذن بلال صلى ركعتين، في بيته. إذن السنة، سنة الفجر السنة فيها أن تصلى في البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني جميع الصلوات التي يصليها العبد أفضلها في بيته إلا المكتوبة، أي مما افترضه عليك الله في الصلوات الخمس. فأفضل الصلوات لماذا؟ لأنها تكون أخفى عن الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يصلي ركعتي الفجر في بيته عليه الصلاة والسلام. ماذا بعد ذلك؟ يقول فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح، أي صلاة الفجر. انظروا إلى هديه، كان يقوم قبل صلاة الفجر وأيضا يتهيأ لهذه العبادة أيضا بقيام الليل، ثم أيضا يتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الفجر ثم يخرج إلى المصلى فيصلي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث فيه فوائد، ثم بعد ذلك نفتح مجال للأسئلة. هذا الحديث أولا يدلنا
على هديه عليه الصلاة والسلام في مؤانسة النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله، وهذا خلاف كثير من الناس. كثير من الناس يدخل إلى بيته وقد حمل جميع المشاكل والهموم خارج البيت، حملها فوق رأسه وفوق ظهره ودخل بها في بيته، حتى السلام لا يسلم على أهله. تجده مباشرة إذا كان وقت للطعام، أين الأكل، أين العشاء، مباشرة لا يسلم ولا يلاطف أولاده، يدخل مباشرة إلى بيته ولا يسلم على أهله. وهذا كان خلاف ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله. إذا جاء لا يتحدث مع أهله ولا يؤانسهم ولا يتكلم، ولذلك يشتكين كثيرا من النساء جفوة الرجال معهن فلا يتحدثون معهم، تحاول أن تتحدث معه ولا يتحدث معها. بل إن كثير من النساء يشتكين بأن أزواجهن إذا تكلم مع صديقه أو تكلم للأسف مع زميلته في العمل تجده يجلس معهم الساعات الطويلة يتحدث معهم، وهي تريد أن تجلس معه دقائق لا يعطيها من وقته شيء، وهذا أيضا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله. إذن الأمر الثاني هو قيام الليل، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل، وخصوصا في الثلث الأخير من الليل، ولا تترك هذه الصلاة ولو بتسليمة واحدة، فلا تترك هذه ولو أن تقرأ القليل من القرآن، ولكن يكفيك أن توافق هذه الساعة التي فيها نزول لله سبحانه وتعالى وتدعو الله ولو دقائق، فتفرغ من وقتك، وخاصة في رمضان أن الكثير من الناس يسهرون إلى الفجر، فاجعل من الليل من ثلث الأخير، وخاصة لو جعلته في السدس الأخير من الليل لكان أفضل في هذا الدعاء. الأمر الثالث هو التفكر والنظر في آيات الله الكونية، وهذا لا شك أنه أيضا يدعو المسلم إلى أن يقترب إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك سنة الفجر، وهي تفعل أيضا وكان يفعلها عليه الصلاة والسلام في البيت، ثم بعد ذلك أيضا عنايته عليه الصلاة والسلام في شهود صلاة الفجر، فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصلاة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومن إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.